السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم أصدقائي الصغار في درس جديد لطلبة الصف الثالث الابتدائي في مادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول في درس بعنوان الطفل والعصفور. إذن أهداف درسنا لهذا اليوم: أولاً قراءة النص قراءة خالية من الأخطاء. ثانياً تعرف معاني الكلمات الواردة في النص. ثالثاً استعمال حتى في تكوين جمل استعمالاً سليماً. رابعاً استعمال كاف التشبيه في تكوين جمل استعمالاً سليماً. أما خامساً تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية. إذن هل أنتم مستعدون حتى نبدأ في قراءة النص؟ هيا بنا. الطفل والعصفور. الطفل: مرحبا أهلا وسهلا أيها الطير الصغير، عش سعيدا بجواري في أمان وسرور. ها هنا ظل وماء، ها هنا حب كثير. العصفور: كيف تصفو لي حياتي وأنا طير أسير بين أسلاك وسجن ضيق قاس مرير. آه لو أصبحت حرا، آه لو كنت أطير. الطفل: لا تخف مني شرا، لا تخف سوء المصير. أنت يا طير صديقي، إنني أهوى الطيور. غني وامرح في هناء، أنت لي خير سمير. العصفور: ليس في السجن غناء، ليس في السجن سرور. إنما يحلو غنائي بين روض وزهور. الطفل: أيها العصفور هيا انطلق حيث تشاء، عش سعيدا مع أم وامض حرا في الفضاء. أنشد اللحن جميلا كل صبح ومساء. إذن هل أنتم مستعدون الآن لنبدأ حل التدريبات؟ هيا يا أبطال، التدريب الأول: أجيب عن الأسئلة الآتية. 1- بين من يدور الحوار في القصيدة؟ 2- بماذا بدأ الشاعر قصيدته؟ 3- ما الكلمات التي استعملها الطفل في ترحيبه بالعصفور؟ لديكم الآن 4 دقائق لحل هذه الأسئلة.
هيا بنا لنرى إجابات الأسئلة. السؤال الأول، بين من يدور الحوار في القصيدة؟ يدور الحوار في القصيدة بين الطفل والعصفور. رائع، أحسنتم صنعا. إذن لنرى السؤال الثاني، بماذا بدأ الشاعر قصيدته؟ بدأ الشاعر قصيدته بالترحيب بالعصفور. رائع، أحسنتم. السؤال الثالث، ما الكلمات التي استعملها الطفل في ترحيبه بالعصفور؟ قال الطفل للعصفور، مرحبا أهلا وسهلا. رائع، أحسنتم يا أبطال. التدريب الثاني، أحدد معاني الكلمات الآتية. جوار تعني قرب أو جانب. أسير تعني مسجون. مرير تعني قوي شديد. مصير تعني ما ينتهي إليه الأمر. سمير تعني جليس. أهوى تعني أحب. روضة تعني بستان. أحسنتم يا أبطال. ننتقل الآن إلى التدريب الثالث، أكمل الجمل مستعملا حتى كما في المثال. يقول المثال، رحب الطفل بالعصفور حتى يعيش سعيدا بجواره. نرى جملة أخرى، يريد العصفور الخروج من القفص حتى أكمل. ممتاز، يحلق عاليا. طمأن الطفل العصفور حتى، أحسنت، رائع، يغني في هناء. جميل، أطلق الطفل العصفور حتى ينشد اللحن الجميل. رائع، أحسنتم. إذن لننتقل الآن إلى التدريب الرابع، أعمل كما في المثال. يقول المثال، القفص يشبه السجن، تحولت إلى القفص كالسجن. إذن هنا أدخلنا كاف التشبيه. إذن لنحول الجملة الأولى، صوت العصفور يشبه اللحن. الجملة الثانية، هذه الروضة تشبه الجنة في جمالها. الجملة الثالثة، أسنان الطفل تشبه اللؤلؤة. إذن الآن لديكم دقيقتان للبدء بتحويل هذه الجمل إلى جمل مشابهة للمثال.
صوت العصفور يشبه اللحن، أصبحت صوت العصفور كاللحن. ممتاز، رائع. إذن هذه الروضة تشبه الجنة في جمالها، أصبحت هذه الروضة كالجنة في جمالها. رائع. أسنان الطفل تشبه اللؤلؤة، أصبحت أسنان الطفل كاللؤلؤ. رائع، أبدعتم يا أبطال. إذن ننتقل الآن إلى التدريب الخامس. أدخل الكاف على الكلمات الملونة كما في المثال، ويقول المثال: الملقط أسنان السمكة المنظفة كالملقط. الآن لدينا كلمة الفحم، الغيوم سوداء كالفحم. رائع، أبدعتم. كلمة البدر، وجه الطفل جميل كالبدر. ممتاز، رائع، أحسنتم. لدينا كلمة الأسد، الجندي قوي كالأسد. رائع، جميل. لدينا كلمة السهم، السهم المتسابق سريع كالسهم. رائع، أحسنتم. هل ننتقل الآن إلى التدريب الأخير؟ هيا بنا إلى التدريب السادس. أحلل الكلمات الآتية. ستقومون الآن بتحليل الكلمات المعروضة، وهي أمان، سرور، صديق، مصير، وسمير. لديكم الآن 4 دقائق لتحليل هذه الكلمات إلى حروف ومقاطع.
هيا نبدأ. كلمة أمان. أ ما نون. ممتاز، رائع. كلمة سرور. سو رو رن. ممتاز، رائع. كلمة صديق. ص دي قن. أحسنتم. كلمة مصير. ما صي رن. ممتاز. وكلمة سمير. س مي رن. أحسنتم يا أصدقائي، لقد أبدعتم في حل تدريبات هذا الدرس، وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. مع السلامة.